A 55 dB sound wave strikes an eardrum whose area 5 times 10 to the power minus 5 meter squared. بيقول لي how much energy is received by the eardrum per second، يعني طالب الباور اللي هو P. احنا عندنا ال dB اقدر اجيب منه ال I، هقول ال B بيساوي 10 log ال I على الاي نوت. لو عرفت الاي اضربها في الاريا يديني الباور. ده 55 وده ثابت موجود في الشيت، يبقى اقول 55 يساوي 10 لوج الفا اكس تقسيم 1/10 سالب 12 شيفت صولف يساوي، اذا الاي 3/16 10 سالب 7 وات على المتر سكوير، اضربه في المتر سكوير يبقى وات. الباور بيساوي الاي في الاي، الاي قال لي 5 10 سالب 5 والاي اهي، يبقى هضرب ده في 5 10 سالب 5 1.58 في 10 سالب 11 وات. يبقى ده البارت A. في البارت B بيقول لي at this rate، الريت ده اللي هو الرقم ده عبارة عن جول بير سكند، نفس الشيء. بيقول لي how long would it take your eardrum to receive a total energy of 1 joule. طبعا الوقت هيبقى وقت كتير جدا لان ده 10 سالب 11. عندنا الوقت، هنقول ال P عبارة عن ايه؟ عبارة عن الانرجي على التايم. هو الانرجي قال لي 1 جول وال P اهي، اذا ال T اقسم 1 على الرقم ده واقول مقلوبه يطلع 6.32 10 أس 10 سكند.